الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين بين محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد فحياكم الله في المحاضره الخامسه من الوحده السابعه. هذه الوحده التي تكلمنا فيها عن الحديث او الخبر المردود. وكنا تكلمنا عن الضعيف باقسامه ونحن الان في الكلام على المردود بسبب سقط في السند. تكلمنا في هذا الموضوع أيضا عن حديث المرسل وسنتكلم عن الحديث المدلس وسيأتي الكلام إن شاء الله فيما يأتي عن المردود بسبب الطعن في الراوي إذا كلامنا اليوم سيكون عن الحديث المدلس فنبدأ بمسائله المسألة الأولى تعريف التدليس لغة المدلس اسم مفعول من التدليس والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري وأصل التدليس مشتق من الدلس أو الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس. فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مدلسا، صار الحديث مدلسا. أما في الاصطلاح فربما كان التعريف الجامع له ولأنواعه هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. إذا فالتدليس إخفاء عيب في السند وتحسينه أمام من يراه في الظاهر بممارسات واساليب معينه هي التي تسمى بعد ذلك انواع التدليس. المساله الثانيه وهي اقسام التدليس للتدليس قسمان رئيسان هما تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ. وهناك اقسام اخرى يمكن ان تلحق ببعضها كتدليس البلدان او تدليس الصيغ او ما اشبه ذلك. لكن القسمان الاساسيان هما تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ. بالنسبه لتدليس الاسناد وهي المسألة الثالثة عندنا سوف نعرفه أولا فنقول لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة يقول المصنف صاحب الكتاب سأختار أصحها وأدقها في نظري وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان هذا التعريف هو أي تعريف تدليس الإسناد أن يقال أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. هذا هو تعريف التدليس. أن يروي الراوي أحاديث عن شخص قد سمع منه ولكنه عندنا في التدليس يروي حديثا لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه، يعني بصيغة موهمة. ولو افترض على سبيل المثال أن راويا لقي راويا آخر فروى عنه عشرة حديث ثم فوجئنا به يروي عنه احاديث اخرى غير هذا غير هذه الاحاديث العشره، لانه لم يسمع منها غيرها غيرها. فحينئذ يرويها ويرويها بصيغه موهمه فهذا هو تدليس الاسناد. اذا معنى هذا التعريف هو ان تدليس الاسناد ان يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الاحاديث. لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه. وإنما سمعه من شيخ آخر عنه وربما عن غيره فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل السماع وغيره كقال أو عن ليوهم غيره أنه سمعه منه لكن لا يصرح بأنه سمع منه آه هذا الحديث يعني غير الصيغة فلا يقول سمعت أو حدثني لأنه لو قالها لصار كذابا فيغيرها بلفظ محتمل للسمع ولغيره كلفظ قال أو عين حتى لا يصير كذابا بذلك ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر هذا تعريف تدليس الإسناد طيب ما الفرق بينه وبين الإرسال الخفي قال أبو الحسن القطان بعد ذكره للتعريف السابق الذي هو تعريف تدليس الإسناد قال والفرق بينه يعني بين التدليس وبين الإرسال أي الإرسال الخفي هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه عمن لم يسمع منه يعني مطلقا وإنما عاصره بينما التدليس روايته روايته عمن سمع منه شيئا لم يسمعه منه. يقول بعد ذلك وإيضاح ذلك أن كل من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، لكن المدلس المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها. على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا لا التي أرسلوها ولا غيرها لكنه عاصره أو لقيه هذا هو الفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس مثال الإرسال مثال التدليس ما أخرجه الحاكم بسنده إلى علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة عن الزهري هكذا قال ابن عيينة جالس بين طلابه فقال عن الزهري فقيل له يعني سفيان بن عيينة سمعته من الزهري فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري ثم بين اسناده فقال حدثني عبد الرزاق عم عمر عن الزهري ففي هذا المثال اسقط ابن عيينه اثنين بينه وبين بين الزهري وهما عبد الرزاق ومعمر هذا هو مثاله عندنا نوع اخر من التدليس وبعضهم يلحقه بتدليس الاسناد واسمه تدليس التسويه وهذا النوع كما ذكرت في الحقيقه هو نوع من انواع تدليس الاسناد ما تعرفه؟ قالوا هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما لقي أحدهما الآخر، وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، يعني من شيوخه. وذلك الثقة الذي هو شيخه يرويه عن ضعيف عن ثقة ويكون الثقتان من بعد شيخه قد لقي أحدهما الآخر فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل يعني ليس في تصريح بالتحديث بلفظ محتمل يعني عنه ما أشبهها فيسوي الإسناد كله ويصير كله ثقات فلأجل انه سوى الاسناد واسقط الضعيف بين الثقتين فسمي تدليس التسويه وبعضهم يسميه تدليس التجويد لانه زود السند كاملا. هذا النوع من التدليس هو شر انواع التدليس. والسبب في ذلك لان الثقة الاول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسويه قد رواه عن ثقه اخر فيحكم له بالصحة وهو ليس كذلك. وفيه غرور شديد. أشهر من كان يفعله أي يفعل تدليس التسوية ذكروا ثلاثة منهم بقية بن الوليد وقد حذر من أحاديث أبو مسهر فقال أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية وأيضا ممن كان يفعله الوليد بن مسلم وغيره عندنا نوع من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ وهو النوع الثاني وتعريفه أن يلوي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه يعني يسمي ذلك الراوي او يكنيه او يكنيه او ينسبه او يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف اذا تدليس الشيوخ فيه نوع من الايهام ياتي الراوي فيروي عن شيخ هو معروف عند الناس باسم مشهور او بكنيه مشهوره او بوصف معين فيروي عنه حديثا ثم يصفه بغير ما هو معروف به لإيهام كثرة الشيوخ أو لأي دافع آخر من الدوافع هذا هو تعريف تدليس الشيوخ مثاله قول أبي بكر بن مجاهد أحب أحد أئمة القراء القراء قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني يريد به يعني عبد الله ولد أبو, أبو داود السجستاني صاحب السنن فجاء يعني نسبه بما لا يشتهر به قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله فصار يعني فيه نوع من الإيهام هذا هو تدليس الشيوخ وهذا ما نقف عليه في هذه المحاضرة والله أعلم صلى الله عليه محمد